بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفيميل فيسيولوجي اند الهرمونال او الريبرودكتيف هرمون. عملية الريبرودكشن بتبقى اندر كنترول سواء في الميل او في الفيميل، بتبقى اندر كنترول يا اما النيرفس سيستم يا اما الاندوكراين سيستم. اول حاجة نتكلم عليها اللي هو النيرفس ريجوليشن او نيورال كنترول. بيحصل فيه ان بيحصل ارسال او ترانزليت، ترجمة للاكسترنال ستيميوليشن اللي بتحصل للحيوان، بتروح اشارات للنيورال او النيرفس سيستم اللي هو السباينال كورد، وبيدي اشارات للاورجان عشان يحصل فيها تغيرات او الجينيتال اورجان. يا اما يحصل سيمبل نيورال ريفلكس، يعني النيرفس سيستم بيعمل ريليز للنيورو ترانسميتر او اللي هي الماسنجر يعني او الرسائل او الاشارات، بتروح مباشرة للتارجت تيشو وبتعمل فيها التغيرات المطلوبة، زي الريسبونس اللي بيحصل اثناء عملية الايجاكيوليشن في الجلانز بينس. يا اما بتحتاج لوسيط ويروح للبلد وبعدين يروح يعمل الاكشن بتاعه على التارجت تيشو، اللي هو تاني حاجة اللي هو النيورو اندوكراين ريفلكس او نيورو هيومرال ريفلكس. هنا النيرفس سيستم بقى بيعدي نيورو هرمون او سبستانس بيحصل لها الاول ريليز، تروح للبلد وبعد كده من البلد تروح للتارجت تيشو، زي عملية الساكلينج ريفلكس وزي عملية الاوفيولاتوري ريفلكس في الانديوزد اوفيوليشن زي في حالات الكامل يعني. طيب ايه هو تعريف الهرمونز؟ الهرمونز هي عبارة عن كيميكال سيجنال سيكريتد في البودي فلويد اللي هو غالبا بيبقى البلد، وبيوصل او كوميونيكيت ريجولاتوري مسج في البلد. طيب الفورمز بتاع الكيميكال سيجنال، اشكال بتاع الكيميكال سيجنال دي بتختلف اكوردنج تو ايه، او بتعتمد على ايه؟ على الديستنس او المسافة اللي بتاخدها السيجنال او الاشارات دي لحد ما توصل للتارجت اورجان او التارجت سيل. في 5 فورم من الكيميكال سيجنال دي. اول حاجه الاندوكراين اكشن. اندوكراين اكشن يعني ان السبستانس بتتفرز في اللي هو النيورو ترانسميتر او نيورو سبستانس، بتتفرز في بتخرج من النيرون وتروح للبلط وبعدين تروح للتارجت سيل. اما الباراكراين اكشن ان الهرمون بتخرج الاكشن بتاعها باراكراين، يعني الاكشن بتاعها او الافكت بيبقى لوكالي في السيل المجاورة للأورجان او للجلاند اللي مطلعة الهرمون. اما الاوتوكراين اكشن ان الهرمون اللي بيخرج بيأثر على نفس السيل، على اون ذا سيم سيل. رقم 4 او الفورم الرابعه اللي هو نيوروكراين اكشن، زي ما الصوره موضحه قدامكم. نيوروكراين اكشن ان السيجنال او الهرمون بتخرج من النيرون وتروح لساينابتيك كليفت اللي هي متوصله بالتارجت سيل. رقم 5 اللي هو الفرمون. الفرمونز دي هتاخدوها بعد كده، هي عباره عن سبستانس بتفرزها الحيوانات سواء ميل، بعض الميل او بعض الفيميل، والسبستانس دي ممكن تكون موجودة في الصلايفة او في اليورين. بتخرج بتعمل استيميوليشن للأذر الأذر انيمال او الأذر سكس انيمال، يعني ممكن تخرج من الفيميل فبيبقى لها دور انها بتعمل استيميوليشن للميل، والمادة دي بتسمى الفرمونز. ايه هو المود اوف هرمونال اكشن؟ الهرمون اكشن ده الافكت بتاعه ايه؟
لقوا ان هو يا اما بيعمل الترنيد في التارجت تيشو ميتابوليزم، يا اما بيعمل ستيميوليشن اولد بريس للسكريتوري او السنسيتك اكتيفيتي بتاع التارجت اورجانز، يا اما ان هو بيعمل اكتيفيت اور انهيبيت الجين اكسبريشن، وكمان ان هو دونت دايركت تشينج الجين استراكشر. يبقى هو ما بيغيرش الجين استراكشر ولكن بيأثر على الجين اكسبريشن. طيب ايه المواصفات او الكاركترز بتاع الريبرودكتيف هرمون؟ لقوا ان اول حاجة ان الهرمون بتتميز ان هي اكت ان مينيوت كوانتيتي، يعني بكميات بتبقى بسيطة خالص، بتتراوح بين النانو جرام للبيكو جرام. تاني حاجة ان هي بتبقى لها شورت هاف لايف. تالت حاجة ان كل هرمون بيبقى له سبيسيفيك ريسبتور. اربعة ان هي الافكت بتاعها ان هي بتعمل ريجوليت للانترا سيلولار بايو كيميكال رياكشن. خمسة ان هي بيبقى لها فيدباك افكت سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف فيدباك. طيب الريبرودكتيف هرمون لها كذا كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن دي اكوردنج تو كذا حاجه. اول حاجه الاوريجين او السورس بتاعها جاي منين، يا اما بتكون هايبوثالاموك هرمون، يا اما من البيتيوتري، يا اما من الجناد، يا اما من اليوترس، يا اما من البلاسينتا، يا اما اكوردنج تو المود اوف اكشن. مود اوف اكشن اللي هو الريليزنج هرمون او الجونادوتروبين هرمون او السيكشوال بروموشن اللي هو الاسترويد او البريجنانسي مينتنانس او لوتولوسيس او نيورو هرمون. يا اما الكلاسيفيكيشن التالت اكوردنج تو بايوكيميكال كلاسيفيكيشن اللي هي البيبتايد او جلايكوبروتين او استرويد او بروستاجلاندين. اول حاجة according to الاوريجين قلنا اول حاجة ممكن تكون جاية من الهايبوثالما، فبنقول على هايبوثالامك هرمون زي جي ان ار اتش، بيتيوتري هرمون زي الاف اس اف اس اتش والال اتش والاوكسيتوسين، يا اما جناد الهرمون اللي هو من الاوفري زي الاستروجين والبروجسترون والانهبين والاوكسيتوسين والريلاكسين، يا اما من التستس زي الاندروجين والانهبين والاستروجين، يا اما بتكون جايه من اليوترس يوتراين هرمون زي البروستاجلاندين والاكواين كرونيك جونادوتروبين والهيومن كرونيك جونادوتروبين والبروجسترون. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي قلناه اللي هو اكوردنج تو المود اوف اكشن اللي هو النيورو هرمون زي الاوكسيتوسين، ريليزنج هرمون زي جي ان ار اتش اللي هو جونادوتروبين ريليزنج هرمون، الجونادوتروبينز زي الاف اس اتش والال اتش، سيكشوال بروموتور او اللي هي الاسترويدز اللي هي الاستروجين والبروجسترون، بريجنانسي مينتنانس هرمون زي البروجسترون والبرولاكتين، ليوتوليتيك هرمون اللي هو البروستاجلاندين اف 2 الفا، والميتابوليك هرمون اللي هو الثايروكسين والجروس هرمون. الكلاسيفيكيشن الثالثه اللي هو اكوردنج تو البايو كيميكال ستراكشر، اول حاجه اللي هو الجلايكوبروتين اف اس اتش والال اتش والانهبين، بولي بيبتايد. الجلايكوبروتين دي بتتميز ان هي بتتكون من بولي بيبتايد وكربوهيدرات بارت، وبتتميز ان هي باوند تو من برين ريسبتور. تاني نوع اللي هو الاسترويد، ده بيتميز ان هو بيحتوي على كوليسترول نيوكلاس وباوند للنيوكلار ريسبتور. تالت نوع اللي هو البروستاجلاندينز اللي هي بتتميز ان هي بتحتوي على ارشيدونيك اسيد و20 كربون انساتوريتد فاتي اسيد. بالنسبه للميكانيزم بتاع البروتين هرمون، البروتين هرمون الهرمون بيبتدي يمشي من البلاط يروح للممبرين بتاع السيل، يمسك في الممبرين ريسبتور سبيسيفيك هرمون ويكون هرمون ريسبتور كومبلكس. الهرمون ريسبتور كومبلكس ده بيعمل اكتيفيت لجي بروتين، جي بروتين ده مسؤول عن انه بيعمل اكتيفيشن
ميمبرين باوند انزيم اللي هو الادينيليتد سايكليز. الادينيليتد سايكليز بيبقى له دور ان هو يحول ال اي تي بي في السايكليك ام بي اللي هو السكند ماسنجر. السايكليك ام بي ده بيبقى له دور ان هو يعمل اكتيفيشن للكنترول انزيم اللي موجوده في السيتوبلازم زي البروتين كينيز عشان يعمل اكتيفيشن للبروتين ويبتدي يعمل alteration في الـ cell activity أو الـ cell function. الميكانيزم بقى بتاع الاسترويد هرمون اكشن، بنقول ان الاسترويد هرمون ده بيبقى نوت ووتر سولوبل، فعشان كده لازم يعمل اتاتشمنت مع بروتين مولوكيول اللي هو بيكون ووتر سولوبل مولوكيول. ات كاركترايزد باي سلو ريسبونس. بنقول الاسترويد هرمون ده بيحصل لهم ترافل من البلد ويروحوا يمسكوا في سبيسيفيك بروتين كارير موجود على البلازما ممبرين بتاع التارجت سيل. بعد كده بيتكون اللي هو الهرمون ريسبتور كومبلكس، بيبتدي يتحرك من البلازما ممبرين ويروح للنيوكلاس عشان يتحد مع النيوكلر ريسبتور. النيوكلر ريسبتور لما بيتحد معاها الهرمون ريسبتور كومبلكس بيعمل اكتيفيت لسبيسيفيك ريجون موجوده في الدي ان اي. بعد كده بيحصل عمليه الترانسكريبشن للام ار ان اي عشان يتكون نيولي فورمد ام ار ان اي اللي بيسيب النيوكلاس ويروح للرايبوزوم عشان يتكون نيو بروتين او يعمل استيميوليشن لسبيسيفيك بروتين سينثيسيس. الهرمونال اكتيفيتي بتعتمد على بعض الفاكتورز، او منها أو اول حاجه الباترن والديوريشن بتاع الهرمونال سيكريشن. بنقول ان الهرمون اللي بتبقى اندر كنترول للنيرفس اكتيفيتي بيبقى لها شورت ديوريشن اوف اكشن زي الاكسيتوسين، لكن الهرمونز اللي هي نوت دايركت ريليتد للنيرفس سيستم او النيرفس اكتيفيتي بيبقى لها لونج ديوريشن، ودي بتبقى زي الاسترويد هرمون. تاني حاجه الهاف لايف بتاع الهرمون. الهاف لايف ده اللي هو المعدل اللي الهرمون بيختفي من السيركوليشن بعد قد ايه من الانجكشن. اللونجر هاف لايف لما الهرمون يبقى له لونجر هاف لايف يبقى ده مور بوتنت بيولوجيكال اكتيفيتي، بيبقى الاكتيفيتي بتاعته عاليه. الفيري شورت هاف لايف زي البروستاجلاندين اف 2 الفا ده بيبقى الهاف لايف بتاعته مدة سكنز، لكن اللونجر هاف لايف زي الاكواين كوريونيك جونادوتروبين. تالت فاكتور اللي هو الدينستي بتاعت التارجت تيشو ريسبتور، وده بيعتمد على السيل تايب و indirectly dependent على ال animal condition و nutrition status. رقم أربعة أو الفاكتور الرابع اللي هو الريسبتور هرمون أفينيتي. ريسبتور هرمون أفينيتي لو في greater receptor affinity بالتالي هيبقى في greater biological hormone response زي الأجونست. الأجونست ده هو بيبقى مادة مشابهة للهرمون، أنالوج للهرمون، وبيبقى له the same biological activity. على العكس الأنتيجونست ده مادة انترفير في الهرمون الأكشن وبالتالي بتضعف من البيولوجيكال اكتيفيتي بتاع الهرمون الأصلي. الباترن بتاع الهرمون سيكريشن ثلاثة. أول حاجة اللي هو episodic pattern وده بيبقى associated بالهرمون under nervous control زي النيرفس اللي موجود في الهايبوثالاموس بيطلع بيشبهه يعني بالفاير بيطلع النيوروبيبتايد released in sudden burst أو episode يعني sharp increase و شارب انكريز في الهرمون ليفل، وده بيحصل
في البيتيوتري هرمون. تاني حاجة اللي هو البيزل او التونيك باترن، وده الهرمون بيبقى ستاي لو ليفل وبيبقى فيه فلكتويشن ولكن with low amplitude pulses، بيبقى في بيطلع وينزل الليفل بتاعه ولكن بمقدار بسيط، وده زي جي ان ار اتش سكريشن من الهايبوثالامس. تالت باترن اللي هو السستيند باترن، وده الهرمون بيحصل له شارب انكريز او اليفيشن وبيفضل الهاي ليفل ده ثابت لفترة من الوقت، بيبقى stable for long period، وده زي البروجسترون أثناء الداي استرس أو البريجنسي. رقم أربعة اللي هو الهرمون فيدباك أو الفيدباك فورم. الفيدباك ده يا إما يبقى فيه بوزيتيف فيدباك يا اما نيجاتيف فيدباك، وده بيعمل بيبقى له دور طبعا في ريبرودكتيف كنترول الريبرودكتيف هرمون زي جي ان ار اتش سكريشن، ده بيعمل كنترول للجونادوتروبين هرمون اللي بتطلع من الانتيريور بيتيوتري اللي هو الاف اس اتش والال اتش، والبروجسترون بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الجي ان ار اتش. يبقى الجي ان ار اتش بيبقى لها بوزيتيف فيدباك افكت على الجونادوتروفيك هرمون اللي بتطلع من الانتيريور بيتيوتري، والبروجسترون بيبقى له نيجاتيف فيدباك افكت على الجي ان ار اتش اللي بيخرج من الهايبوثالامس. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي البيبتايد او البروتين هرمون، او النوع منها اللي هو الاكسوتوسين. الاكسوتوسين ده بيبتايد هرمون بيتكون من 9 امينو اسيد، بنقول عليها اوكتابابتايد او نيوروبابتايد او نانوبابتايد، والنوع ده ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي للانيمال. بيتفرز منين الاكسوسين؟ بيتفرز من البوستيريور بيتيوتري، بيتفرز من الاوفري، الاوفري من الجرانيولوزا سيل او من اللوتيال سيل بتاع الكوربس لوتيام، او بيتفرز من التستس من اللايدك سيل او كورتكس والمظلة بتاع الادرينال جلاند في السبيشيز اذر ذان الهورس. هي اكت اونلي على الاكشن بتاعه بيبقى على اليوترس اللي هو بري سنسيتايزد بي الاستروجين، الاستورج سايت بتاعه من البوستيريور بيتيوتري. طيب البيولوجيكال اكتيفيتي او الاكشن بتاعه ايه؟ الاكشن هو بيعمل ميلك ليت داون اند ايجكشن او نزول للملك، بيعمل كونتراكشن للمايوميتريم اللي هي المصل بتاعه اليوترس، بتزيد اثناء البارتيوريشن، وكمان عشان كده بنستخدمه عشان نعمل اندكشن للفولينج. رقم أربعة او الاستخدام الرابع ان هو بيعمل ترانسبورتيشن للسبرم والاوسايت في التيوبولار جينيتاليا. الاكسوسين مين اكشن؟ الاكشن بتاع الاكسوسين اول حاجه ان هو بيعمل يوتراين كونتراكشن انهانسمنت او بيزود اليوتراين كونتراكشن، وده بيبقى اندر كنترول نيورو هيومرال كنترول، يا اما بيعمل ميلك ليت داون. الاكسوسين ريليز ذا ان ويفز من الهايبوثالامس نتيجه ان بيحصل بريجر على السيرفكس والانترنال جينيتال تراكت بتاع الفيميل، فده بيعمل استيميوليشن للسنسوري نيرف بتروح تحفز الهايبوثالامس وبعدين تروح تحفز البوستيريور بيتيوتري عشان تطلع الاكسوسين. في ريسبتور موجوده في اليوترس برضو بيبقى لها دور ان هو تبعت اشارات للهايبوثالامس والبوستيريور بيتيوتري تزود الاكسوسين وتزود اكتر اليوتراين كونتراكشن. عشان كده احنا الاستخدامات بتاعته ايه؟ الاستخدامات ان احنا بنستخدمه عشان نعمل اندكشن للبارتيوريشن في الميل، بنعمل انهانسنج لليوتراين كليرانس في الميل، بنعمل تريت للريتنشن اوف بلاسينتا في الميل، بنستخدمه في الكاو في حالات الميلك ليت داون او في حالات الاجالاكتيا، في حالات اليوتراين انيرشيا او اللي هي معناها الويك ماسل كونتراكشن او الويك بيرث بين
يوتراين انفوليوشن. يعني ايه يوتراين انفوليوشن؟ يعني رجوع حجم اليوترس تاني للوضع او للحجم الطبيعي بتاعه تقريبا قبل عملية او قبل الوقت بتاع البريجنانسي. الاكسيتوسين ده بنقول ان هو ببتايد هرمون وهو only viable for injection، يعني هو بيتاخدش بس الا انجكشن، ما ينفعش انه يتاخد عن طريق الاورال. الانترافينوس انجكشن اليوترين ريسبونس بيبقى وقتها immediately، اما الانتراماسكولار اليوترين ريسبونس بياخد 3 ل 4 مينت. الريسبونس في الدوج لو انتروفينوس بيبقى ياخد تقريبا 13 مينت، سقط او الانتراماسكولار 20 مينت، في الجوت الريسبونس بيبقى تقريبا بعد 22 مينت. الهاف لايف بتاع الاوكسيتوسين في المير بيبقى وقته قصير 6 ل 9 مينت، عشان كده يفضل ان احنا نديه على مالتيبل دوز او مالتيبل تريتمنت. التريد نيم او كوميركال نيم بتاع الاوكسيتوسين اوكسيتوسين انجكشن بيتوسين وساينتوسينون واوكسيماك. الدوز بتاع الاوكسيتوسين زي ما شايفين في الجدول هو اما بيكون بالانترناشونال يونت يا اما بالملي. بالملي يبقى 1 ملي تقريبا بيحتوي على 20 انترناشونال يونت، والجدول اللي قدامكم بيوضح الدوزز بتاع كل سبيشيز. تاني هرمون هنتكلم عنه اللي هو السيروتروبين ريليزنج هرمون او التي ار اتش. ده بيبقى ترايبيبتايد هرمون سينسد باي هايبوثالاموس، وظيفته ان هو اما بيعمل ريجوليت للسيروتروفيك هرمون اللي موجوده في الانتيريور بيتيوتري عشان تطلع التي اس اتش، ان هو السيروتروبين ستيمولاتنج هرمون اللي هو هيروح ياثر يا اما هياثر على الثايرويد جلاند عشان تدينا تي 3 وتي 4، يا اما هيروح ياثر على اللاكتوتروب اللي موجوده في الانتيريور بيتيوتري عشان تطلع البرولاكتين. عشان كده استخداماته برضو بنستخدمه في حالات الميلك ليت داون او حالات الاجالاكتيا، وكدايجنوستيك تيست في الثايرويد جلاند ديس اوردر. هرمون الثالث اللي هو الجونادوتروبين ريليزنج هرمون او جي ان ار اتش او جونادولبرين. الهرمون ده بيبقى ديكاببتايد هرمون بيتكون من 10 امينو اسيد، وهو بيخرج من الهايبوثالاموس بنسميه هايبوثالاميك هرمون. ده بيعمل ستيميوليشن وريجوليت للجونادوتروفيك هرمون اللي بتخرج من الجناد. هو بيتفرز من الهايبوثالاموس بيروح يعمل ستيميوليشن للانتيريور بيتيوتري عشان تطلع ال FSH وال LH اللي هيروحوا يأثروا على الجناد سواء ميل أو فيميل. لو حصل سيرج يعني رايزنج للليفل بتاع الجي ان ار اتش، بالتالي هيحصل رايزنج او سيرج او بيك من ال ال اتش، وبالتالي هيحصل كومبليت للماتوريشن بتاع الماتور جرافيان فوليكل ويحصل اوفيليشن. لكن لو زاد الكونسنتريشن بتاع البروجسترون والتستوستيرون او التستوستيرون، ده بيبقى له نيجاتيف فيدباك افكت على الجي ان ار اتش، وبالتالي نيجاتيف فيدباك افكت على ال LH او ال FSH. طيب التريد نيم بتاع ال GnRH اللي هو زي الريسبتال الفيرتاجايل الجونادو جونادو ريلين فيكتريل. الدوز بتاعته 5 ملي في الكاتل وعشرة ملي في المير. GnRH antagonist دي مادة بتحارب الهرمون على الريسبتور بتاعته، وبالتالي بتمنع أو بتقلل النورمال اكتيفيتي بتاع الهرمون. فمادة زي الديتريليكس ده بنستخدمها في حالات البرجنانسي ترمينيشن أو الاسترس سابريشن في البيت أنيمال، يعني أكشن عكس النورمال أكشن بتاع GnRH.
الاستخدامات بقى بتاع الـ GnRH بنستخدمه في حالات الـ induced ovulation في الـ NSTRM أو transitional mare. transitional mare دي برضو فترة من الـ NSTRM بتبقى out الـ breeding season. كمان بنستخدمها عشان نسرع عملية الـ ovulation في الـ mare أو نحسن عملية الأوفيليشن. كمان بنستخدمه في حالات الأوفيريان أن أكتيفيتي أو السموث أن أكتيف أوفري في الكاتل والبافالو. كمان بنستخدمه في عملية السينكرونيزيشن للإسترس. ودي يعني كلمة سينكرونيزيشن هتعرفوها بعد كده، إن إحنا بندي الفيميل هرمونات أو بنمشيها على بروجرام معين، بنخلي الفيميل اللي موجودة في المزرعة كلها تيجي في الاسترس في وقت واحد ونلقحها في وقت واحد، وبالتالي يحصل لها بريجنانسي والوقت بتاع البارتيوليشن برضو يبقى تقريبا قريب من بعضه أو يبقى في نفس الوقت. كمان بنستخدمهم في حالات السوبر اوفيليشن. سوبر اوفيليشن يعني بندي هرمونات للفيميل بدل ما يبقاش فيه تبويض لبويضة واحدة زي الطبيعي، ولكن يحصل اوفيليشن لكذا بويضة اللي بنقول عليها سوبر اوفيليشن، وده بيتم في الحالات بتاع الامبريو ترانسفير والامبيترو فيرتلايزيشن تكنيك. تريتمنت للسيستيك اوفاريان ديزيز برضو هنعرفها بعد كده. سيستيك اوفر دي يعني ان الطبيعي ان الماتيور جرافيان فوليكل اما بتكبر في الحجم بتاعها بيحصل لها رابتشر او اوفيليشن، لكن في الحالة دي بتفضل الماتيور جرافيان فوليكل موجودة على سطح الأوفري، بتكبر في الحجم بتاعها وتفضل موجودة على سطح الأوفري ما يحصل لهاش أوفيليشن. هي دي السيستيك أوفري. كمان بنستخدمه عشان نقلل الانترفال من الكافنج للفيرست أوفيليشن. كمان بنستخدمه عشان نحسن البوست بارتم فرتيليتي. الميركل نيم بتاع الجي ان ار اتش الموست كومون اللي بنستخدمه في الفيت اللي هو الريسبتال، في الفيرتاكايل، في السيستورلين، في جونادورلين، في الفاكترال. البرودكت بتاع الجي ان ار اتش يا اما تبقى ناتشورال انالوج يا اما سينثيتك انالوج. الناتشورال انالوج زي السيسترولين والفيرتاجايل والاوفولانت، اما سينثيتك انالوج زي الريسبتال والجونازون والبيزريلين. الدوز بتاعها في الكاتل لو كان ناتشورال برودكت بيبقى 2 مللي، لو سينثيتك بيبقى 2.5 ل 5 مللي. في المير الناتشورال 2 مللي، سينثيتك 10 مللي، الرابت 2.1 مللي في حالات السنسيتك انالوج، وبيبقى سقط عند التايم بتاع الانسيميشن او الميتنج. في الكاتل لو بنستخدمه في حالات الفوليكولار سيست او الان استرام او الديليد اوفيليشن ده بيحسن البريجنانسي ري. في المير قلنا بنستخدمه عشان نعمل انديوس ديلي الاوفيليشن بتاع الماتيور فوليكل عشان تبقى ماتيور انف فور اوفيليشن، وده برضو بيعمل امبروف للبريجنانسي ريت. الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي هو سي ار اتش او الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش، السي ار اتش اللي هو كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ده عبارة عن بيبتايد هرمون بيتكون من 41 امينو اسيد، بيخرج من البارافنتريكولار نيكولاس بتاع الهايبوثالاموس، sensitized by the placenta which determine the duration بتاع البريجنانسي. يبقى بيخرج من الهايبوثالاموس وبيروح يعمل الاكشن بتاعه على البلاسينتا عشان يحدد الوقت بتاع نهاية فترة البريجنانسي والوقت بتاع البارتيوريشن. الـ ACTH اللي هو الأدرينو كورتيكوتروفيك هرمون ده بيتكون من 35 أمينو أسيد، بيخرج من الكورتيكوتروب من الانتيريور بيتيوتري جلاندا which responds CRH stimulation. يبقى ال CRH ده بيخرج من الهايبوثالاموس
بيروح يأثر على ال anterior pituitary gland عشان تدينا ال ACTH، وبعد كده يروح يعمل الإفكت بتاعه على البلاسينتا ويشوف هيعمل إندنج للفترة بتاع البريجنانسي وبيجيننج للوقت بتاع البارتيوريشن. ولا البيولوجيكال اكتيفيتي بتاع الجي ان ار اتش هو مهم لعملية النورمال فيتال ديفلوبمنت. بيعمل بعض التغيرات في الفيتال زي بيكون حاجة اسمها السيرفيكتانت بروتين. السيرفيكتانت بروتين ده بيبقى مهم للديفلوبمنت بتاع اللنج بتاع الفيتوس، و ديفلوب لي الميولين والريتينال والبنكرياس، وكمان الميموري ديفلوبمنت قبل الوقت بتاع البارتوريشن، ده طبعا خاص بالدم. المخطط اللي قدامنا ده بيوضح الميكانيزم اللي بيحصل اثناء الوقت بتاع البارتوريشن، ان لما بيتعرض الفيتوس لاي ستريس بيروح يحفز الهايبوثالاموس بتاع الفيتوس يطلع سي ار اتش، بعد كده سي ار اتش يروح يحفز البيتيوتري جلاند عشان تطلع الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش يروح يحفز الادرينال كورتكس بتاع الادرينال كورتكس بتاع الفيتوس عشان تطلع الكورتيزول او الجلايكوكورتيكويد. بعد كده الجلايكوكورتيكويد او الكورتيزون ده هو اللي هيروح يأثر على البلاسينتا ويكمل الميكانيزم بتاع البارتيوريشن. طيب الاستخدامات بتاعت ال ACTH و CRH ان هو احنا ممكن نديه للفيميل قبل الوقت بتاع البارتيوريشن عشان نعمل اندكشن للبارتيوريشن، بريبير البلاسينتال دروبينج، كمان بيبقى له دور في عملية كومبليت ماتوريشن للبلاسينتا. يعني ايه كومبليت ماتوريشن للبلاسينتا؟ يعني لما يجي الوقت بتاع البارتيوريشن البلاسينتا تتفصل من الطبقه بتاعه الاندوميتريوم وتنزل في الوقت الطبيعي بتاعها، فبيبقى له دور ان يحصل لها كومبليت ماتوريشن عشان في الوقت بتاع البارتيوريشن تنزل طبيعي. كمان ممكن نستخدمه في حالات الاليرجيك او الانفلاماتوري كونديشن او كيسز. بالنسبة للدوز والثيرابيوتيك يوسز بتاع الكورتيزون، يا اما بيبقى موجود في صورة ديكساميثازون وهو كويك ريليزنج سنسيتيك كورتيكوسترويد في الكاتل، يا اما بنستخدمه في حالات الاندكشن للابورشن فبنديه 25 مللي جرام مع 25 مللي جرام من البروستاجلاندين اف 2 الفا بعدين، يا اما في حالات الاندكشن للبارتيوريشن بندي 20 ل 30 مللي جرام. في المير بنستخدمه في حالات الاندكشن للبارتيوريشن بندي 100 مللي جرام كل يوم لمدة 4 ايام. البيتاميثازون هو شورت اكتنج سنسيتيك كورتيكوسترويد في الكاتل، بنستخدمه فور اندكشن للابورشن 35 مللي جرام. البرولاكتين او اللاكتوتروفيك هرمون او ال LTH ده عبارة عن بولي بوبتايد بيتكون من 199 امينو اسيد secreted by lactotrope or mammotrope cell of anterior pituitary gland. It has several forms of different molecular size. Prolactin secretion بيتفرز in pulsatile. It increases with sleep with pregnancy with chest wall stimulation with trauma. Normal fasting value بيبقى أقل من 25 لـ30 نانو جرام برميلي. الاوريجين بتاعه بيبقى بيجي من اللاكتوتروبيك سيل بتاع الانتيريور بيتوتري جلاند. بيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه في الدوج والرودنت بيبقى مسؤول عن المينتنانس بتاع الكوربس لوتين. في البيجون بيبقى مسؤول عن الماتيرنال فيتنج والنست بيلدينج والبيك اب بتاع السكاترد يانج والفيدنج بيهيفير او الكروب ميلك. البرولاكتين بيعمل سبريس لل اتش سيرجوي الاوفيليشن،
في مواد اسمها انتي برولاكتين او دوبامين اجونست زي البروموتريبتين والكابرجولين والمترجولين، دي بنستخدمها في حالات الاسترس اندكشن، حالات البريجنانسي ترمينيشن، حالات السودو بريجنانسي. البروموكريبتين الجرعة بتاعته بتبقى 30 ل 100 مايكرو جرام لكل كيلو جرام لمدة 6 ل 10 أيام. الكابرجولين 5 مايكرو جرام لكل كيلو جرام لمدة 5 ل 7 أيام. الدومبريدون أو الدوبامين أنتيجونيستا ده بيستخدموه في حالات الاسترس في الأوفيليشن اندكشن في المير. الثايرويد ريليفنج هرمون والأكسوسين الاتنين بيعملوا ستيميليشن للاكتيتروبس اللي موجودة في الانتيريور بيتيوتري عشان تفرز البرولاكتين اللي بيحفز الميلك جلاند عشان يحصل ميلك سنسس. الدوبامين انهامز السكريشن بتاع البرولاكتين. السكريشن بتاع البرولاكتين بيتأثر بالفوتو بيريد والسيزون. الهاف لايف بتاع البرولاكتين تقريبا 20 نانو. في الهيومن لما بيزيد الليفل بتاع البرولاكتين سواء في الميل او في الفيميل بيعمل حاجة اسمها جلاكتورية وأمينورية، ودي طبعا بتأثر ان هي بتعمل لورنج للفرتيليتي. في حالات البيتيوتري ادينوما دي بنقدر نعملها دايجنوزيس عن طريق ان احنا بنقيس البلاد برولاكتين هرمون، والتريتمنت بتاعها ان احنا بندي دوبامين اجونيست اللي هو انتي برولاكتين هرمون. الهرمون اللي بعد كده اللي هو الريلاكسين، الريلاكسين ده بولي بورتايد بيشمل او من ضمن العيلة بتاعت الانسولين فاميلي اللي هو الانسولين او الانسولين جروس فاكتور 1 و2. بيجي منين الريلاكسين؟ بيجي من اليوترس او البلاسينتا في المير، بيجي من الاوفري من الكوربس لوتيم في الحيوانات التانية غير المير، بيجي من الجرانيولوزا سيل بتاع الأوفري أو الفوليكل، بيجي من الميل من البروستيت جلاند. طيب بيعمل ايه الريلاكسين؟ بنقول ان هو بيقلل الكولاجين كونتنت اللي موجودة في البيوبك سينفيسز والسيرفكس، او بيعمل لها ريموديلنج عن طريق الميتالوبروتينيز انزيم. تاني حاجة بيعمل انهبيت لليوتراين كونتراكشن. تلاتة بيبقى له دور في الميموري جلاند ديفلوبمنت. بعد كده اللي هو الانسولين لايجروس فاكتور، هو عبارة عن بولي بوبتايد بزهاي سيكونس سيميلر للانسولين هرمون. بيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته ان الانسولين جروس فاكتور 1 بيبقى له رول في البيوبرتي، اما الانسولين جروس فاكتور 2 بيبقى له دور في الفيتال والبلاسينتال جروس. كمان لقوا ان هو بيعمل استيميوليشن لعملية الاسترويدوجينيسيس اللي هو السينسيس للاسترويد هرمون عن طريق ان هو بيزود الافيابيليتي بتاع الاسترويد بريكرسر، وبيعمل ابريجيوليشن للاسترويدوجينيك انزيم. كمان بيبقى له دور في عملية السيليكشن بتاع الدوميننت فوليكل في الميش. الكلاسيفيكيشن الثانية بتاع الهرمون، احنا اتكلمنا عن البيبتايد هرمون او البروتين هرمون. النوع الثاني اللي هو الجلايكو بروتين هرمون زي ال FSH وال LH وال Inhibin وال Activin. ال FSH وال LH وال Equine Chorionic Gonadotropin او البريجمنت مير سيرم جونادوتروبين. الهرمونات دي موجودة في الفرتبرين، بتتكون من بيبتايد بارت اللي هو عبارة عن حاجتين الفا وبيتا صبيون، وكربوهيدرات بارت او شوجر بارت. اول هرمون هنتكلم عنه من الجلايكو بروتين اللي هو الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون او ال FSH. الشوجر بارت احنا قلنا ان هو بيحتوي على بروتين بارت او بيبتايد بارت اللي بتتكون من الفا وبيتا صابيونت، وشوجر بارت او كربوهيدرات بارت. الشوجر بارت اللي موجود في الفول في ال FSH الفركتوز والجلاكتوز والمانوز، وفي انواع تانية.
الشوجر بارت ده بيبقى هو مسؤول عن الانتر اكشن مع ال FSH ريسبتور. الأوليغوساكرايد اللي موجود في الهرمون ده بيبقى من دي السالك أسيد، وده هو بيبقى مسؤول عن الكاراتيكال بارت بتاع البيولوجيكال هاف لايف بتاع ال FSH. الهاف لايف بتاع ال FSH من 3 لـ 4 ساعات. التارجت تيشو اللي بتأثر عليها ال FSH اللي هي السرتولي سيل في التستس عشان تطلع الانهبين والاندروجين بايندنج بروتين، وبيتأثر على الجرانيولوزا سيل في الاوفري عشان يعمل استراديول سينثيسيس. الاكتيفيتي بتاع ال FSH ده هو بيعمل برايمري ديفلوبمنت للفوليكل، بيجهز للفوليكل عشان عملية الأوفيليشن وتكوين ال LH سيرش عشان يتكون الكورباس لوتيوم ديفلوبمنت. تاني حاجة ان هو بيسهل الجرانيولوزا سيل ديفلوبمنت عشان يحصل استراديول سينسس او استروجين سينسس. كمان بيعمل اندكشن للاروماتيز انزيم اكتيفيتي اللي هو بيبقى مسؤول ان هو بيزود الفوليكولار فاسكولاريتي. كمان بيعمل فورميشن للبروتيز انزيم اللي هو بيكسر الفوليكولار وول قبل عملية الاوفيليشن. كلينيكال يوزز بتاع ال FSH نستخدمه عشان نعمل ستيموليشن للبيوبيرتي في الهيكل في حالات السوبر اوفيليشن في الدير كاو، كمان عشان نعالج الاوفيريان ان اكتيفيتي. البيولوجيكال سورس يعني المصادر الطبيعية اللي ممكن نجيب منها الهرمون ال FSH اللي هو من الانتيريور بيتيوتري اكستراكت من البيتيوتري جلاند بتاع الشيب او الهورس او البيج. التريد نيم بتاعها FSHB دلوت او من البريجننت مير سيرم جونادوتروبين او اللي هو الاكوين كوريونين جونادوتروبين، ده بيجي من البريجننت مير أثناء الفترة من 40 لـ 120 يوم من الجستيشن، وده موجود فقط في السيرة، وده بيبقى بيحتوي على هاي ليفل من ال FSH ولو من ال LH. التريد نيم بتاعه اللي هو البريجني كول 6000 والفوليجون. كمان الهيومن كوريونين جونادوتروبين أو المينوبوزال يورين جونادوتروبين، ده موجود في اليورين اليورين بتاع الهيومن او الومن. التريد نيم بتاعها الاي بي فيزي 5000 والبريجنايل وكوريولون. الكوميريكال بريباريشن او التريد نيم بتاع الفاسيتيتش زي البريجنايل الكوريولون الهولوتروبين اي بي فيزي. الدوز بتاعه في الكاتل وفي المير بيبقى من 3000 لـ 5000 انترناشونال يونت، في الشيب وجود 500 لـ 800 انترناشونال يونت، في البيج 1000 انترناشونال يونت، الدوج 50 لـ 200 انترناشونال يونت. تاني هرمون اللي هو ال LH هو بولي بيبتايد هيتيرو دايميريك جلايكوبروتين، بيتكون برضو من الفا وبيتا سب يونت، والبيتا سب يونت هي مسؤولة عن الانتر اكشن سايت بتاع ال LH ريسبتور. هنا بقى ده بيحتوي على لو او نو خالص من السيالك اسيد. ال LH سيرج بياخد حوالي 6 ساعات في الكاتل، والهاف لايف بتاعه 10 دقايق. الاكتيفيتي بتاع ال LH ان هو عند الوقت بتاع الفوليكولار ماتوريشن بيزيد الاستروجين عن طريق الهايبوثالاميك انتر اكشن او البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. لما بيزيد الاستروجين بيزيد ال LH، بيحصل ال LH سيرج، بيحصل اوفيليشن وكوربس لوتيوم فورميشن. ال LH بيعمل سبورت للسيكا سيل بتاعه الاوفري عشان تكون الاندروجين والهرمون بريكرسر بتاع الاستراديول برودكشن.
تاني حاجة بيعملها ال LH إن هو مسؤول عن ال final stage بتاع ال follicle development and ovulation، ده عن طريق إنه بيعمل stimulate للسيل عشان تطلع الهستامين formation، بيجهز ال endometrium عشان يحصل implantation، بيعمل stimulate ال granulosa cell عشان تطلع ال prostaglandin F2-alpha، بيحفز السيكا سيل بتاع الفوليكل عشان تطلع استروجين او استراديول، استيمولات الاوفيريان برينكايما عشان تطلع هيستامين اللي هو بيبقى له دور في عملية الاوفيليشن، وبعد كده بعد ما بيحصل اوفيليشن يتكون الكورباس من تاني. لقوا ان في ريشيو بين ال FSH وال LH، والريشيو ده بيبقى له دور مهم في عملية الانيشيشن بتاع عملية الاوفيليشن، وكمان على اللينس بتاع الاستراس فينس. ففي المير والبيتش بيبقى في FSH بيكون اعلى من ال LH، وده بيسبب ان الاتنين السبيشيز ده بيتميزوا بلونج استرس من 7 لـ 9 أيام. في الكاو والبافالو ال LH هو الهاير زين ال FSH، والسبيشيز دي بتتميز بشورت استرس بتبقى من 12 ل 18 ساعة. في الميل الهايبوسولاموس بيطلع ال LHRH اللي بيحفز الانتيريور بيسوتر عشان يدينا ال LH وال FSH. في ال ويروح للتستس ويطلع التستوستيرون. ال LH بيبقى مسؤول عن البرودكشن بتاع التستوستيرون عن طريق ان هو بيأثر على التستس من الاندوكراين اكتيفيتي والتستيكولار او الانتراستيكولار اكتيفيتي، كمان على عملية السبرماتوجينيسيس. يبقى ال LH في الميل بيبقى له دور في عملية السبرماتوجينيسيس اللي هي تخليق الاسبرماتوس. اليوزز بتاعت ال LH بنستخدمه في عملية ال induced ovulation، في treat ل cystic ovary، في حالات السوبر ovulation و embryo transfer، في ال early embryonic loss بسبب low progesterone production، delay لحالات ال delayed ovulation او ال end ovulation، في حالات البرولونجد استرس، في نستخدمه للامبروف للليبيدو في البول، يعمل استيميوليت للتستوستيرون برودكشن. بيولوجيكال سورس بتاع ال LH من الهيومن كوريونين كونادوتروبين اللي هو بيبقى ريتش بال LH وفي لو من ال FSH. التريد نيم بتاعه اللي هو البيرجونال والليتروبين الفا 75. الدوز بتاعه في الكاتل وفي المير 3000 لـ 5000 انترناشونال يونت، ممكن يوصل ل 10000. الشيب وجود من 100 لـ 500، الدوج من 100 لـ 500 انترناشونال يونت، الكات من 100 لـ 500 according to البودي ويت. الهرمون اللي بعد كده اللي هو الانهبين، هو قلنا ان هو جلايكوبروتين، هو بيعتبر برضو من العيلة بتاع ترانسفورمينج جروس فاكتور فاميلي، بيحتوي برضو على 2 سب يونت الفا وبيتا. بيجي منين الانهبين؟ بيجي من الاوفري من الجرانيولوزا سيل، او بيجي من اللوتيال سيل في بعض الانيمال زي الهيومن والمونكي والجود، وبيجي من السيرتولي سيل بتاع التستس. بيولوجيكال اكتيفيتي في الفيميل بيبقى له نيجاتيف فيدباك افكت على ال FSH سيكريشن، بيقلل السنسيتيفيتي بتاع الجونادوتروف جي ان ار اتش ريسبتور. بيولوجيكال كمان بيعتبر كبيولوجيكال بايو ماركر للجرانيولوزا سيل تيومر. اما في الميل هو بيعمل سلو داون لعمليه السبرماتوجينيك بروسيس، وفي الميل ما بيبقاش له نوت كوميريكال افايبل، ما فيش مواد مشهوره موجوده باسمه او تريد نيم او كوميريكال بريبريشن.
الهرمون اللي بعد كده اللي هو الاكتيفين، برضو الاكتيفين بيعتبر من العيلة بتاع الترانسفورمينج جروث فاكتور فاميلي، بيتكون من 2 سب يونت بيتا ايه وبيتا ايه، لما بيتحدوا مع بعض بيدينا اكتيفين ايه، والبيتا بي والبيتا بي لما بيتحدوا مع بعض بيدينا اكتيفين بي. السورس بتاع الاكتيفين بيجي من الجونات زي الاوفري، من الجرانيولوزا سيل بتاع الاوفري، او من السيرتولي سيل بتاع التستس، او بيجي من البيتيوتري جلاند او من البلاسنتا. الاكتيفيتي بتاع الاكتيفين الوظيفه بتاعته بيزود الاف اس اتش بايوسينسس والسكريشن بتاعه، عن طريق ان هو بيحفز او بيزود الاف اس اتش بايندينج والاف اس اتش انديوسد اروماتيزيشن في الفوليكل، كمان بيحفز عملية الاسبرماتوجينيسيس التحليل بتاع الاسبرمان، وبيساهم في عملية الاندروجين سينسيس، وبيعمل انهانسينج للـ LH اكشن في التستس. كمان بيبقى له دور في عملية الريجوليشن بتاع السيلولار بروليفريشن والديفرنشيشن، وبروموت للنيورال سيرفايفل.